الماتيريال اللي عم تستخدميه صار لك اكثر مره ومن شوف. الغسيل اللي عم تغسلي ايديك فيه. لا انت صح، انت قبل شوي مسح المدري شو هذا وما غسلتي. غسلت دلوقتي حتى لو ما غسلت عادي. شو يقام لك؟ ده عاوز منك حاجه اكيد الكلب ده. انا عارف لما اكون عاوز من عدة حاجه لو تكوني توك طالع من ال من اللي اسمه ليط من البيض يقول لك ريحتك تجنن. او مين؟ ليط. ليط؟ ليط هو ليط اسمه. وش هو ليط؟ يعني من ليط يعني من الحضيض مثلا يقول لك ريحتك تجنن. كذاب كذاب. بس انا اي مين ليش اسمك؟ ليش 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 شو اسمه؟ I need more antibacterial. You need antivirus. Look. Antibacterial. What? عنده شيء اسمه antibacterial هذا بتحطه بيخفي البكتيريا. بس أنا إيدي أنعم من إيدك. أنا إيديك used to be the softest hands in the world. بس أنت بتغسلي إيديك من الصاع للحمام؟ لا. بتضلي كده تعملي كده. أنت قولي ما. كل إيد لوحدها. بتعمل إيه؟ ايه سمعت انه بتاخد وقت كتير في الحمام. لا انا عندي تغسيل والتنشيف في عندي فوبيا؟ حاجه مش فوبيا بس بحب يعني اعيد هالشيء كذا مره. يعني احب ما ادري النظافه. طب قول لي بقى بتعمل ايه؟ ايش اعمل ايه؟ يعني بتدخل تعمل ايه؟ مين اللي قال كذا؟ فم هو ناصح. لا هو ما بيشوف حاله. لارا هو ما يشوف حاله. طب قول لي يعني انت دلوقتي تغسل تعرفي ايديك. تعرفي مرات لما اكون مثلا قاعد اغسل ايدي اسرح بحاجه. ايه بفكر بشيء. انا بعمل كذا. تلاقينا نص ساعه قاعد. يجي واحد يقول عبد العزيز ها؟ اه صح ما ادري كذا احب حتى لما استحمى مثلا انا الوحيد اللي فيهم هم ياخذوا لهم 10 دقائق حمام انا ساعه اكون تحت الميه كذا وافكر امتى تحبني لارا مثلا لا بس بتاخذ وقت كثير لما تغسل ايديك. يور تايم ولا ماي تايم؟ خلاص. My time. لا لا مو Baby our time is one. Baby our time is one. When you go away I feel like I'm alone. When you go I don't know. When you fly I will cry. انت اغريتي انا وجورج ابو تولين هاي عمدان. قلت لمحمد قلت لك ايه على بكره؟ اه بكره ماي داي نوت يور داي اند نوت يور بيكسي داي. بيكسي وعبد العزيز داي. لا ما بيكسي انت واحد. انت حتى حاطيني مع بيكسي؟ Yes, this is my girl. مع ستينكي بيكسي؟ انت وبيكسي مع بعض في يوم واحد وانا في يوم واحد لحالي. ام بمين بس كيف الرقصه حقتنا؟ في مشهد نغني ولا انا وزاهر؟ والله سمعت الغنيه شلون؟ سمعت الغنيه شلون؟ يمكن مش هتدرس معانا. فاهم قصدي؟ ما بعتقد ان غنية ما بتتغنى يا اخي الغنية، شو اللي تغني فيها هي؟ ما بتتغنى. لا بتتغنى. لا والله ما بتتغنى. في حركة ما 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 انا برايي نرقص عليها رقصة. ما تزبط معي، في حركة ما تزبط معي. شو حد الجاكيت؟ لا غير تبعت الجاكيت، خلص الجاكيت اوكي؟ في ال لا 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 هذه اوكي. هذه بالعكس هذه كذا. اوكي؟ هذه كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين كذا بعدين اوكي هذه سهلة اوكي الحركات تبع لا لا هذه كذا ادري ايش هذه سهلة سهلة في واحدة ثانية اللي هذه ما ادري ايش كذي هذه ايش كذا ما تزبط معي كذا كذا 1 2 طبعا خيال طبعا رقص خليجي طبعا اعتذر من جمهوري العزيز يا جدعان مثل امبارح بعد ما طلعت انا من الحصن والله يعني سامحني يا ربي على اللي عملته سامحني على اللي عملته اه سراج سراج حبيبي ترى السراج يكون فات عم يحط تحت تنفع تنفع هو اطول واحد مبين كذا ولا ناظم ناظم يصير يرقص الرقصه تبعته ناظم هذاك اليوم جاي وجاي معهم هو ونوسه وبركان صاحبي عبد الله بركان اه حكى ما أيه. شافوا في موجودين في ستيج شوف انا برايم الافيت كانوا قاعدين هم قدام هو ونوسه وبركان وين كان؟ شفت المكان طلعت منه انا لما غنيت؟ لا انت ما شفت المكان طلعت منه غنيت انا خطرنا على بالك انا وابراهيم
ايه كيف جينا احنا انا وابراهيم؟ خطرنا على بالك انت وابراهيم من ناحية القرب اللي رايم توقف فيه على جنب عند الرمبة وراي ابو ركان واقف هيك لحاله بس ما خلوه يحكي معي ولا شيء موقف عندي الامن. ف بعد هذا شكلهم اخذوا بعض الثلاثه وراح ظبطوها بعدين زي نازم واهلي سهره الاسبوع اللي قبل ميلاد نازم كان ثاني يوم يوم الاحد فسهرته كان سوينا له احتفال هنا ايه عيد ميلاد السبت كان عادي اسهر معاكم اذا كنتوا عاوزين تسهروا ولا طبعا مش بتحبوا؟ لا طبعا يا ناهله تنتون لانه ما في حدا حدك يا قلبي شو عندك تبين عيني وخلص ليش في عيونها هذه يسمونها يا قلبي يا تنتون عم تبكي هاي الحمد لله كتب لك عمر جديد حلمت انه مامي واليان اجوا لعندي على الاكاديمي والتيتا تعملوا لي سيربريز ما كاني بعرفهم اه كبرت هو هذا الشيء اللي كثير غريبين علي هن لا بطريقه كثير يعني مامي ما تغنجني واليان عم بتشوف حالها علي شوف خليني احكي شيء مش طبيعي والتيتا مش شايفتها وماني عارفه شو عم بيصير شو بكن قولوا لي شو في ليه هيك غريبين بتعقدي خلص ماما تعتلي هام وعم بيقولوها هيك بلا نفس شو سئيل هيدا الحلم أول شيء هذا ما يسمى حلم هذه أحلام اليقظة يسمونها بعدين يعني احنا عم نحكي ومشوشين عليك ففتي بال بعدين انا صار لي ساعة موقف عندك اقول لك قولي الذهب في انت نايمة قولي المغناطيس عادي تاني ما بعد انا ما تحممت هي من اليوم مطالبة تنامي لحالك في لارا وتنام you know where I sleep right here all the time oh my god I think probably that was the most surreal moment I've had in the academy وشو فكرة صرت فكر أنا تروق حالي أنه معقول بعد جاية البابا تنبسط كتير بس وعيت صوت عزوز وعيتي يمكن إيه مش كيف أنقذتك من الحلم لو طولت شوي كان كانت حاطة مسدس في الشنطة أختك ما كنت شايفت بس تعرف أبشع شعور إنه اللي كنت عم بحلم فيه عن جد ما كأنه أمك تخيل ما كأنه أمك ما عم تحكيك شيء ما عم تقلك شيء مش جايبت لك شيء معه يا عمي أمك ما تحكي شيء أمك عم بشوفك من تحت نداء إلى طنط ولك عم بقلكم بالحلم أمك أنتوانيت أمك شو اسمها؟ أنتوانيت أنتوانيت وليليان إليان مو ليليان إليان بنتكم صحت يعني ما ليش تحس فيه فاقدة الذاكرة فتبغى شوية أغراب وانتم جايين يا ليت ما تجوا ديكم فاضية على أساس يعني ما تزعل البنت جيبوا يعني محاشي ورق عنب يعني